حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. مشاهدينا الكرام، للمشاركة بالبرنامج تقدرون تشاركونا من داخل العراق من زاخل الفاو على الأرقام الاثنين الجوة أسفل الشاشة. أي مواطن يقدر يتصل بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على ذني الأرقام، واللي عايش برا العراق وهمنا اللي ما يقدر يحصلنا على ذنيك الأرقام يقدر يدق على واحد من ذني الأرقام الاثنين. فعندكم أربع أرقام للاتصال، رقمين للداخل ورقمين للخارج. أما هذا الرقم اللي راح يطلع أسفل الشاشة هنا، هذا الرقم رقم الواتساب، رقم الواتساب للمشاركة عبر الرسائل فقط. اللي ما يقدر يتصل بينا أو ما يقدر يحصلنا، أتمنى يكتب لنا رسالة تكون رسالته مطبوعة باسمه ومكانه حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. أما رقم الواتساب، هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم، ما أقدر أستقبل به مكالمة، ما أقدر أستقبل به اتصال، ما أقدر أستقبل به فيديو، وما أقدر أستقبل به رسالة صوتية، فلا حد يعتب علينا وجزاكم الله ألف خير. مشاهدينا الكرام، الفيديو اللي شفتوه بعد إشارة البداية مدته دقيقتين وأكثر هو التشييع لأهالي محافظة القادسية لجثمان المتظاهر عباس الموسوي اللي توفي نتيجة غرقة بسبب مطارة الشرطة له. وكان مصدر أمني بالمحافظة أفاد أنه وجدوا جثة المتظاهر الذي قضى غرقا بعد أن ألقى بنفسه في نهر الفرات هربا من مطاردة قوات الشرطة، حيث كان ضمن تظاهرة للمحاضرين المجانيين للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم. يعني السؤال اللي ينطرح هنا، عباس الموسوي من شمر روحه بالشاطئ، ما حد دور وراه؟ ما حد نزل وراه؟ وليش عافوه يموت؟ هذا أهم سؤال نريد نواجهه. شغلة ثانية، اليوم تمر الذكرى الثانية على مجزرة السنك، والناس والناشطين والصحفيين العراقيين أطلقوا وسم على منصات التواصل الاجتماعي حمل عنوان مجزرة السنك، حيث قتلت الميليشيات الولائية المتظاهرين العزل وأوقعت منهم المئات بين شهيد وجريح، وذلك بعد انسحاب قوات الشرطة والجيش بالتزامن مع دخول الميليشيا إلى ساحة السنك في بغداد. ارتدى عناصر الميليشيات زيا موحدة وبدأوا بإطلاق النار على المعتصمين في مرأب السنك، ويتهم الناشطون الحكومة بالتستر على القتلة وعدم الكشف عن نتائج التحقيق رغم مرور سنتين على هاي المجزرة. موضوع حلقتنا اللي هو الفلات من العقاب. الفلات من العقاب يعني اللي يقتل ما حد يحكي وياه، يعني القاتل طليقه حر وما حد له علاقة به، بينما اكو بعض ال اشتردون نسموها مو جرائم، خطايا صغيرة، مثلا طفل جوعان اخذ له خبزة راح، باكيت كلينس راح. اكو هواية من الامور اليوم بالعراق تستحق المحاسبة ما حد يحاسب عليها، واكو هواية من الامور تستحق مو محاسبة، تستحق توجيه دا يتحاسبون عليها. هاي رقم واحد. الفلات من العقاب يعني لما يجي قاتل ويقتل ويطلع واكو جهات مصورة واكو اشياء مصورة، مثل ما صار مثلا بمجزرة جسر الزيتون، القاضي قال تنتهي القضية لأنه الفيديوهات مو واضحة، ما بينت لنا وجه القاتل. مثلها حالها حال مجزرة السنك. أكو وحدة بعد شوية أصعب اللي هي جامع مصعب، مجزرة مصعب بن عمير، الفيديوهات لا كانت واضحة والوجوه كانت واضحة، وانحبسوا فترة من الزمن وراء طلعوا براءة. فهذا الإفلات من العقاب، أنه يجي مجرم أو يجي قاتل أو يجي شخص يسوي جريمة أو فئة تسوي جريمة أو جهة معينة تسوي جريمة أو حزب يسوي جريمة وما حد يحكي وياه، هذا الإفلات من العقاب شنو آثاره على المجتمع العراقي؟ أم زينب من النجف، حياك الله يا أم زينب. الله
ابو زينب من النجف، عفوا، حياك الله. ابو زينب، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز، واعتذر منك. لا مو مشكله. الموضوع واضح، وضوح الشمس يعني. نعم. الكيل بمكيال والكيل بألف مكيال. نعم. هاي المجموعه من السله الضاله المسمات جزافا بالاحزاب، لان الاحزاب المفروض ان تحمل امال وتطلعات الشعب. نعم. مو ان تكون اداه لقتله وابادته وترويعه. يعني من 2003 الى الان وهم يدعون انه النظام السابق كان نظام طمعي وكان نظام ارهابي وكان كذا ويقتل الناس. طيب ما انت سويتوا الاتعس وسويتوا الأسوأ. يعني مثلا هسه عندك تفريق المتظاهرين حتى في اسرائيل ضد الفلسطينيين يستخدمون المي البارد العادي. رضعنا يستخدمون المي المغلي. شوف اي سفاله حيوانيه عندهم واصله. هاي واحد. ثانيا بالاحتجاج سنتين هم الناس يقول لك من زاخو الى الفاو احنا رافضين العمليه السياسيه جمله وتفصيلا. نعم. لانه ما قدمتوا شيء للشعب، دمرت الشعب، قتلت الشعب، سرقتوا اموال الشعب. ويقول لك حتى المرجعيه قالت بحت اصواتنا وقلنا المجرب لا يجرب. وهؤلاء الموجودون الفاسدون في سده الحكم والاحزاب يريدون البقاء باي شكل ويلتفون على المقوله بان المجرب لا يجرب، بمعنى انهم ليسوا سيئين. هاي نقطه. النقطه الاخرى، ثواب 20 سنتين كامله ما خلوهم يعبروا الجسر حتى يوصلوا المنطقه الخضراء. اسمعنا جماعه الاحزاب من اول يوم، من اول لحظه نصبوا خيام وشودره مقابل ابواب المنطقه الخضراء، مقابل قصر المؤتمرات. ها؟ نعم. وما في عندهم واحد قلبه الكائنات يقول يجب ان يظهر الكاظمي قاتل هذا الشهيد وكذا. طيب ما جماعه تشرين ألف شهيد بريء، واكثر من 30,000 جريح، وعشرات الالاف او مئات الالاف او الاف من المغيدين الذين لا يعرفون لحد الان. يقول لك دوله عميقه والمندسين والطرف الثالث مبينين هم الموساد، انا اسمي الموساد الايراني، هم هذول دوله، هم اللي يقتلون بالثوار وهم اللي يغيبوهم، هم كل شيء. ما بسبب انتخابات هذه المهزله القرقوزيه خلي يبطلون. هذا يصيح دكان العطار وذاك يصيح تشكيله بهارات، ما تستحون مفشلتونا قدام دول العالم. نعم. يعني لحالنا سلمت بعيد ناس متخلفين، ناس سراق، ناس قتله، ناس جهله. نعم. ولازم الشعب العراقي يطلع من زاخو الى الفاو تائرا. مو ان يحضر والله يقول لك اني سلميه شنو؟ الامام علي عليه السلام يقول رد الحجر من حيث جاء، فالشر لا يدفعه الا الشر. مو جايب لذول الامعات الوجوه الكارحه. وشكرا. شكرا شكرا لك ابو زينب. سلام من بغداد، حياك الله يا سلام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. اهلا وسهلا بك استاذ. استاذ يعني احنا بنتكلم عن الافلات من العقاب. أيه. احنا نشوف السلطه القضائيه يعني كل من ينظر لها، هي ما عندنا سلطه واحده، اكثر من متشعبه، اكثر من سلطه. والكل من تتكلم، الكل تتكلم عن العداله والقضاء، لكن كل من يحاول يستغلها بطريقه. يعني مثل ما يتكلمون عن هيبه الدوله ما يتكلمون عن هيبه العراق. يعني كل من ينظر الدوله من نظرته وكانه اكو اكثر من دوله بالعراق، وكل من يريد يحوش المصالح لهذه الدوله وفق رؤيته. كذلك السلطه عندنا اكثر من سلطه، عندنا جيش وامن وطني وامن حشد ومخابرات، وللاسف الكثير منها متدخله بها الاحزاب والسياسيين متدخلين بها. فكل من يريد يوظف ما يمتلكه من ادوات بهاي السلطه المصالح الشخصيه. ولذلك فاحيانا جهه معينه هي مو خارجه عن القانون ولا منفلته، هي ضمن القانون بس ضمن
احدى هذه يعني اما موجود هو بالامن او بالحشد او بالجيش او بالشرطه، هو دا يستخدم الياته ودا يستخدم نفوذه ودا يستخدم هوياته ودا ينفذ، بس ما دا ينفذ الدوله مصالح الدوله، دا ينفذ مصالح واوامر خارجيه. هاي شفناها بالكثير من الاماكن، من ضمنها مجزره السنك للاسف اللي هي جريمه كبرى، يعني مو جريمه اغتيال شخص او شخصين، عشرات راحوا وجريمه منظمه اجارتها كامل اجى واستمر لحد الفجر حوالي 10 ساعات وما حد اجى حاسبه وخرج الوكيل وشال معه كل معالم الجريمه، الشهداء والقتلى والجرحى والمعتقلين اخذهم معه وما لقينا الصبح سوى الافرشه مالتهم المحروقه والدماء والكمامات المدمه الدماء والشهود، هم فقط من استطاع الافلات من السنك من الجسر، سواء كان القى نفسه من الجدار او هرب بطريقه ما، والبقيه كلهم ما لقينا لهم اثر للاسف الشديد. ومع ذلك السلطه تقول احنا ما نعرف هؤلاء منه، انا بالتاكيد ادري انه الكل يعرفون هاي السيارات المتابعه وشلون دخلت يعني مو سياره وسيارتين ولا منشاه ومنشاتين، الركن كامل اجى اخذ الشباب وخرجهم وقتلهم وحقق وياهم واغتالهم وطلع ببرود اعصاب وبسيارات مدنيه اصلا مو عسكريه وكان شيء لم يكن. اذا اكو اكثر من دوله واكو اكثر من سلطه، احنا مو عايشين بدوله واحده ولا عندنا سلطه واحده حتى ممكن انه الواحد عند من يروح يشتكي. تروح تشتكي عند مركز الشرطه يجوا غير جماعه ياخذوك، تروح تجي تشتكي يحقق وياك ابو الاستخبارات، بعدين ابو الاستخبارات نفسه يختالوا، وهذا ما حدث في كربلاء. يعني اكو من يعني من يقف امامهم حتى لو كان من قوى امنيه ومن قوى استخباريه اكو اقوى من عنده ويختاله ويكتله. واحنا شفنا حتى مكتب رئيس الوزراء وصلوا له ورادوا يدخلون به. فللاسف اكو اكثر من سلطه واكثر من دوله وكانها لا تشتغل الاحزاب والطبقات السياسيه وما تشتغل للشعب وماكو قانون يلزمها. فللاسف هاي يعني كانه احنا كانتونات او مافيات او دويلات عايشين ضمن اطار واحد هو العراق. لهنا وصلوا لهي الحاله، ما حد يحكي باسم العراق باسم الدوله وبدا يريد مصالح العراق من صدر. كل من يستخدم القانون حتى ينفذ مصالحه ومصالح احزابه والبقاء بالكرسي، هذا الواقع الحالي اللي وصلنا له للاسف الشديد من وراء طبقه فاسده جت في حكمتنا وتنفذت وشعبت بكل مكان وما نقدر شلون نقتلعها، لازم نقتلعها من جذورها. نعم نعم نعم، شكرا شكرا جزيلا لك اخ سلام. ابو عراق من الفلوجه، حياك الله يا ابو عراق. السلام عليكم اخوي العزيز. عليك السلام والرحمه والاكرام اغاتي. الرحمه والخلود الى كل شهيد عراقي راح تحت هاي الميليشيات، تحت هاي العصابات. انا اوجه سؤالي لكم اذا سمحت لي. نعم. انت تجونا كشعب طالب محاسبه المقصرين. من الطالب احنا؟ يا شي اكو اذا سمحت لي، هي اكو حكومه حتى نطالبها احنا؟ عمي اخذها من عندي، والله اذا ما الشعب هذا يثور ويصير ايد وحده، هاي عمي حكومات انتم تحكون عليها. هسه هم متكاملين بيناتهم قال الانتخابات المقتدى الصدر، وانت ما يقعدون يقولون خل نجيب ذول اللي قتلوا المتظاهرين من امه، اخواننا اللي راحوا بالناصريه، اخواننا اللي راحوا بالبصره، يقعدون يتفاهمون على هاي البلدان وحين على الكراسي. عمي اي حكومه تحكون؟ يعني عبالكم الشعب غشيم؟ عمي الشعب مو غشيم، الشعب صاحي، الشعب صبر، بس ترى الصبر انتهى ماله، والله صبر انتهى، واصبر للايام القريبه شوف ايش راح يصير بيهم. عمي احنا تحت مافيات، عمي الله يخليك، محاسبه المقصرين من يحاسبهم؟ يا شيخ الحكومة قادرة على شيء؟ ما قادرة عمي، ما انتهم متكاملين على الكراسي وعلى المناصب وعلى البوت. عمي لا عندنا وزارات ولا عندنا حكومة، احنا تحت مافيات، اذا ما الشعب يصحى ما تصير كل شعب. وانا اشكرك اخوي. شكرا شكرا لك ابو عراق. يعني تدرون العراق اليوم شبه الحالة مالته مثل الشركة، الملاك مال هاي الشركة 40 مليون واحد،
من ضمنهم اكو بعض الموظفين حسبوا الاحزاب والكتل السياسيه والبرلمانيين والسياسيين والرئاسات الثلاث، شقد يطلعون 10 20 30 الف من هال 40 مليون، 40 الف من هال 4 مليون، ذولا موظفين عد الملاج. يعني المفروض لما واحد شغله ما يعجبه او ذولا ال 40 الف ما يعجبهم، اكو ملاك فوق ملاج هو اللي يحكم. عمي روحوا جيبوا غيركم ويحط غيرهم حتى يشتغلون صح، حتى هاي الشركه تزهر. لكن الحال اللي صار به العراق اليوم انه الملاج معروفين هم 40 مليون، والموظفين هم معروفين هم جزء بسيط من هذا الشعب، لكن هالموظف اليوم صار هو الملاج. ملاج مو شركه والداير مدايرها كله. هاي الحاله ليش؟ يعني اليوم احنا عندنا حاله افلات من العقاب بشكل كبير جدا. هاي الحاله لها اثار على المجتمع العراقي. انتوا شو تتوقعون اثارها وين راح توصل؟ صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افعل. عليك السلام. بالنسبه اللي يتحمل الجرائم هاي كلها والمجازر اللي صارت من 2003 ولحد الان هو القضاء العراقي، واحنا نعرف القضاء العراقي هو قضاء مسيس تابع الى حزب الدعوه، هو الدليل على الانتخابات الاخيره وتأثيره على الناس الخاسرين والمزورين، ان شلون قام يماطل بانتخابات المفروض لو دوله متقدمه احنا ومتطوره وعندنا ديمقراطيه وحريه كان هسه شكلهم حكومه، لكن هذا التاخير كله في سبيل الميليشيات تاخذ مقاعد اكثر. يعني اذا القضاء العراقي مسيس لهم جاي يعمل بصالحهم، والجرائم اللي صارت من 2003 ايضا القضاء يعني متستر، لان يعني القضاء والأجهزة الأمنية وبالذات مصطفى الكاظمي اللي كان يرأس جهاز المخابرات يعرف منه اللي وراء كل هاي الجرائم، يعني يعرف القبعات الزرق وسوت القبعات الزرق تابعة على مقتدى الصدر، ومقتدى الصدر مو جريمة وجريمتين عنده من أيام السدة، وكان ياخذ يقتل على الهوية هو وقيس الخزعلي من كان وياه يقتلون على الهوية ويذبون وراء السدة، وهو بلسانه يهدد السدة موجودة والبطة وشخاطة وغيره. مقتدى الصدر وبوقتها مجزرة السنك موجود أيضا قاسم سليماني والمهندس وأبو فدك وحزب الله من طبهم إلى جراج السنك، وشون استحلوه وشون دخلت الأعداد القوية وسيطرهم على البوابات مالته، وشون حصرهم 150 أكثر من 200 شخص وتم قتل أكثر من 80 شهيد والجرحى 132 تقريبا. منو دخل لهم؟ دخلوا لهم هم الحشد، حزب الله وسرايا السلام والنجباء والعصائب هم كانوا مستلمين الامور. ويطلع لك الناطق الرسمي بوقتها اللواء الركن عبد الكريم خلاف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحه ويقول هاي مشاجره. شنو مشاجره؟ ميليشيات شايله اسلحه واقنعه وسيارات مال الدوله والبيكامات شافتها العالم كلها من تفتر على جراج السنك وطوقه، زين هي كلها ساحه التحرير وباب الشرجي، وذاك الصوب وذيك المنطقه اكو ثلاث اطواق امنيه من الداخليه ومن الدفاع ومن جهاز مكافحه الارهاب وايضا الحشد وياهم الميليشيات اللي هو يقتلون القتيل ويمشون بجنازته. شلون هذول القتله اخترقوا ثلاث اطواق امنيه ودخلهم الى جراجات السنك وسووا هاي المجزره بالناس؟ يعني هم دخلوا لها هيئه الحشد اللي كان يراسها ابو مهدي المهندس والشله مالته بقتها قبل ما تقبرهم امريكا، كانوا هم يريدوا يصفون كل هاي المتظاهرين ويقضون على التظاهر الموجود في بغداد وبالناصريه. واحنا ما عندنا بس حادثه السنك، العراق والعراقيين يستذكرون الاف مؤلفه من الجرائم، مثل عندك الحويجه من طبلها؟ هم نفسهم وزاره الدفاع، الجيش الموجود بالحويجة هو دخل إلى ساحة الاعتصام بالحويجة وقتل ما يقارب أكثر من 150 شخص، وحادثة سارية من سواها؟ والموصل وبزيبز اللي هم عددهم 1400 من سواها؟ حزب الله. حادثة الصقلاوية وقرى الإمام اللي ذاك اليوم دخلوا له بهيئة وزي مال داعش هم نفسهم الحشد، وجرف الصخر من سواها؟ كل هالحشد وراها. كل الجرائم اللي حتى يقوم بها داعش هم نفس الوجه، فمنو العقاب؟ من يعاقبهم؟ اذا كان رب البيت في الدف ناقر فما شيمه اهل الدار غير الدق والرقص؟ هسه كله ترقص لهم. المجتمع العراقي مع الاسف عليه نعرف القاتل ونعرف منو جاي يضمضم عليه، هو القضاء العراقي. القضاء العراقي وصلنا مرحله ما الى اي دور، السجون مليانه بالابرياء ونسبه الابرياء 80%،
ونسبه خلينا نقول الارهابيه 20% يطلعون بالفلوسهم، والابرياء 80% مع الاسف يعني الدوله تصرف عليهم، وهذا التقشف ما يشملها لان كلهم مستفادين من عندها. هاي المكاتب الاقتصاديه للحشد كلها مستفاده من التغذيه للسجناء، ما يريدوا يسوون عفو عام. يقول لك ليش يطلعون؟ هم يريدوا يقضون على طائفه معينه، وهسه بلشوا بالطائفه الثانيه، هم اللي اخوتنا الشيعه في جنوب العراق يقتلون بهم، واي ناشط سياسي او اي واحد يطالب بحقوق او اي واحد داعي بوطن يقتلونه، من اللي يقتله؟ هم الحشد نفسهم، قيس الخزعلي وابو فدك والصدر والمالكي وبدر وهذه العامري، ذولي هم كلهم مجرمين. مجرمين وما طلت هاي الانتخابات هالفترة هاي لأن ما يريدون يترأسون الدولة، يبلعون الحكومة كلها يبلعوها، يريدون 4 سنوات النوب تحميهم من جرائمهم السابقة، ويريدون النوب 4 سنوات يستمرون بالقتل. لكم انتوا سويتوا؟ شبنيتوا؟ شنو انجازاتكم يا حشد اللي تدعون بالمظلومية وتحجون بالأعراض المسلمين ندافع على أعراضكم؟ هو احنا أعراضنا مصانة، لكن انتوا أعراضكم اللي تحجون بالعرض غير مصان. انتوا مجموعة شلة فاسدة تبعية من العتيق إلى رئاسة الوزراء، ناس ما عندكم شرف، ما عندكم غيرة، تقتلون تقتلون الامرأة، تقتلون الطفل، تقتلون الشباب على شنو؟ لا شايلين سلاح بالسنك، لا عندهم سلاح. يطلع لك الناطق الرسمي يقول مشاجرة بيناتهم. أي مشاجرة هاي؟ نعم. شلون مشاجرة؟ نعم. شكرا لك. صباح أبو علي من الناصرية، حياك الله يا أبو علي. تعال اخويا مشتاقين، شلون صحتك؟ حياك الله اخويا العزيز، اشتاق لك الجنه والعافيه. الله يخليك، الله يخلي هذا الاذاعه، شلونكم زينين؟ الحمد لله اخويا، تفضل. الله يخليك، الله يخليكم، الله يخليكم، الله ودكم، الله يخلي هذا الاذاعه والكادر اللي به. نعم، تفضل اخويا ويسلمك. اخويا انا اقول لك هاي غابه مال واويه. مو حكومة، غابة يعني مال وحوش، هم وحوش واوية دولة مو بشر دولة. أولا دولة يعني أنا أقول لك هذول ما يشتغلون عنه، دولة يشتغل لا إيران لا أمريكا لا إسرائيل، هذول مو عراقيين، هذول يعني مؤامر عليهم هم دولة. يعني هسه شوف هذا الموظف من ما عنده شيء، يعني راتبه هو مو شيء، ما طالب يعني مثل موازنة، طالب يعني راتب هو يعني حال ذولا الميليشيات اللي يأخذون زين ملايين يأخذون رواتب، يعني هم ذولا ما كم ذولا الميليشيات. فهذا السيد اللي احنا ما يعني احنا شوف احنا ما ننسب السيد الخامنئي، يعني هو يقولهم انتم بوقوا وقتلوا بلشوا، يعني الشيء السنة يعني احنا نريد واحد ويانا، ما يصير ويانا هذا يعني شو اسمه لا تخلونا قتلوه، الويانا لا عرفيت، يعني هم دول اللافين امامهم، هم دول على اساس هم يندعون الاسلام والفتاوى على اساس هم يعطونها من يومهم، على اساس هسه هم هذا يقول له انا مؤمن وذاك مو مؤمن. يعني امس هذا من طلع من يقول السنه هذا ما يفتهم، من يقول الطالب يقول له السنه ما يشيل، يقول هذا ما يفتهم بهيمه. عمي احنا الله خالقنا امه واحده، يعني الرسول يقول انا ما احب الطائفه، الله خالق امه واحده، الله وكيلك، اقسم بالله العظيم والله العظيم، شوف الله وكيلك، ذول لا يقبل عليهم الله، وذول انا اقول لك هسه شوف لا يحبهم الرسول ولا الاسلام يحبهم، هذول لا هم اسلام لا هم يعني ما يفتهم ذول، يعني دمروا شني يعني ما يستحون لزقة ذولة، يعني ذولة ما عندهم مثل واحد يحاسب، حتى هذا مرته ما تحاسبه، ابنه ما يقول له مثل حرام، زين هسه هو هذا كاظمي الا ما يقدر، انت جابك هم خلوه اخوي، هم خلوه الميليشيات، هم ذولة ماكو، هم خلوه هم ويا قالوا له ابوك الله وكيلك، سعي هم اعداء وسعي يضحكون ببناتهم، كلهم كلاوشيه ومنافقين، الله وكيلك الله وكيلك، هاي القبه مالت الامام يبوقونها، انت شايف لك واحد يعبد القبه؟ عم الله خالق امه واحد يا خالي، الله اللي شافي. نعم. لما يروح يقول له القبه هي التشبيني والعلك هو اللي يشبيني، يعني هذا دين مزيف عم، بس انا مو شيعي، الله يا عم العباده، لا الله خالق امه واحده، الله هو نور السماء، الله هو اللي ماسك السماوات والارض، يعني تعالي لما كنت قاعد ماكو
انت شايف لك الزاني يجي زين يجي نبي الله وكيلك ملائكه يجون يقعدون على الصلاه الله وكيلك يعني حتى الرسول انا اصلي وراه يعني انا استخو لا آية الله زين آية الله ما يجون شيء هسه آية الله قربلي زين عجبي ضار راسي لا الشرعيه هسه الرسول قيامه عنده قانون الشرعيه ويجلد هسه المخدرات منتشره بالبيوت الدحاره وهذا بالتمتيه زين ابلمتيه وهذا مسوي رحمه المراه وهذا يقلد الغرب وهذا يعني هاي المخدرات من اي طب من ايران الطب طنون ذاك اليوم واحد وينكم شو بالسيطره يندعي نفسه على اساس هو بالاستخبارات زين مسوي الهويه ما ادري السياسيين مسوي الهويه اما هاي مو دوله دوله هواويه هاي دوله مال هواويه نعم نعم مو دوله نعم. دوله مال هواويه ودمرونا دول الله وكيلك حتى الله ما يقبل بيها الله يقول ذولا الله وكيلك الملائكة يقول ذولا مولاهم النار الجحيم عمي أنت شايف لك إنسان يعبد العلق شعوذة ذولا عمي ذولا شعوذة شايف لك إنسان يقول يعني هاي القبة هي التشفيني الشفاء من الله عمي فذولا خلي يرجع الدين أحسن له هذا واهم يعني الفتاوى يعني ذولا غيروا دين الله أكو واحد يغير الرسول إجا واحد قال له غير الآية قال هاي الآية من الله النبي الرسول عرفت قال عمي غير الآية قال هاي الآية ما تفيدني زين هذا البوك أريد نزني أريد نسري فذولا من جماعة الشواذ من الشياطين من الإنس والجن يعني أنت نعم بالسنة ذولا السنة مو عراقيين مو مثلنا نفس الجسيم الله وكيلك السلام نشوف ذولا ما قلت المهجرين النامين بتشول شني ذولا مو بشار الله وكيلك ارشلي عمان بس لا حول ولا قوة حسبي الله ونعم الوكيل على الفاسدين نعم على ذولا نعم الخنازير نعم القرود ذولا والله بالنار نعم العظيم نعم يقول الله ذولا أنا ما أحبه ذولا شكرا لك أبو علي من الناصرية. طبعا أثناء ما كان الأخ أبو علي ده يحكي بالمكالمة مالته اكو فيديوهات طلعت اللي شايل بوري هيم وقاعد يضرب بالمعتقلين واللي علق واحد من ايديه وخلى صناديق مال مي واللي يضربون بالشواكيج والطفل اللي طلع اللي داسوه بالدبابه اثناء ما يسموها هم عمليات التحرير. يعني هاي كلها هاي الافعال هي جرائم. اكو مقوله شهيره المتهم بريء حتى تثبت ادانته، شهيرة هاي المقولة، لكن اليوم بالعراق المجرم بريء حتى تثبت براءته لأن ماكو إدانة. اليوم المجرم مثلا جامع مصعب أو ساري معروفة وجوههم معروفة من هم، اعتقلوهم فترة من الفترات لكن طلعت براءتهم. اللي نفذ مجزرة جسر الزيتون مثلا القاضي يقول ماكو فيديوهات تثبت هذا الكلام، يعني الفيديو مو واضح، ماكو تحقيق، ماكو تقصي، ماكو لجان الدور، ماكو ناس تعرف منو كان لازم السلاح بديك المنطقة، ما كانت اكو واجبات وكتب رسمية ومنو موجود منو ما موجود، هاي كلها ما دورتوا عليها. بس الفيديو يعني ينهي، لو يجي واحد يتعذب وينضرب وينهان ويهددوه بأهله وبناسه ويوقع على ورقة بيضة وتطلع اعترافات حاله هواية من الاعترافات وآخرها اللي انكشفت اللي قالوا إنه هو كاتل مرته وطلعت مرته عايشة، وهذا اللي تجرموه وتحكموه حكم ما يعرف بيه بس رب العالمين وبيهم اللي انعدموا وهم ما مسوين شيء. زين هذا بيا مقياس شنو آثار هذا على المجتمع؟ باكر عقبه لما يطلع واحد 20 سنة هو بالسجن ويتعذب وينضرب وينهان وتاليتها ورا 20 سنة يقولوا لا تبري، من يطلع هذا شو يطلع؟ أبو علي من البصرة حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا مثل ما تحدثت قبل قليل نعم. مشكلتنا احنا في القضاء حقيقة ما عندنا قضاء عادل. لو عندنا قضاء عادل شحاكم الإرهابية اللي موجودة في السجون، يعني إذا تروح للسجون هسه موجودين إرهابية الدواعش اللي جونا من خارج القطر وبالخصوص السعوديين اللي موجودين عندنا أكثر من 6000 سجين سعودي إرهابي قتل السني وقتل الشيعي
ليش ما يحاكم القضاء؟ أستاذي نعم جاوبني. لا القضاء ليش ما يحاكمه؟ طيب أبو علي، أبو علي لا لا أي تفضل. أنا جاي مشكلة المعتقلات العراقية أي. اليوم أنت تقول ليش ما يحاكمه أي. زين أكو 50,000 حكم إعدام على ناس يحلفون يمين إن هم ما مسوين شيء وأخذوا اعترافاتهم بالتعذيب، ليش حكمهم بالإعدام؟ جاوبني أنت أستاذي. تسمعني؟ أسمعك. أنا بالنسبة شوف خل أقول لك، أنا بالنسبة الحمد لله والشكر ماكو مؤسسة بالدولة ما رايح لها وما شايف اللي أنت ما شايفه، وحتى بالمظاهرات أنا موجود بالمظاهرات وأنا أحد اللي الظاهرة في البصرة وظاهرة بالناصرية وظاهرة في بغداد. نعم. المهم أنا ما أشوفن من بعض ما تفضلوا الأخوة يقولون ميليشيات تقتل، والله ما يوم شفت ميليشيات قتلت نياقي تقبل الله ورسوله. زين ولا حقيقة أكو طلاقات بس نارية. لحظة 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 أبو علي لحظة طلاقات نارية تفضل. لحظة لحظة أبو علي وسرايا السلام انطبوا على بيوت وكتبوا على حياطين هذا اللي يندق بالسيد والقبعات الزرق اللي صعدوا على المطعم التركي والعصائب اللي جرجروا وسحلوا الناس. لا 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 شوف خلي اقول لك استاذي 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 القبعات الزرق صدق موجوده او اكو بيوت انكتب عليها من بعد ما سبوا مقتل الصدر انكتبت عليها هذه البيوت، انا ما انكر هذه القضيه، هذه القضيه موجوده بس ما تقول لي العصايب لا انا احلف لك في كلام الله انا متظاهر يا اخي واذا كل النجفة انا احلف لك بيها، عرفت شلون؟ والله اكو فيديو القيس الخزعلي تقدر تشوفه بضيقه شويه اسمح لي اكو فيديو القيس الخزعلي تقدر تشوفه بضيقه حبيبي قلبي اعطيني مجال حبيبي حبيبي اعطيني زين 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 لحظه لا لا اوقف 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 اجي وياك مو العصايب ماشي قبول واللي صار بمنطقه الخضراء منو اللي هدد مصطفى الكاظمي وراس الدوله وسوى اللي سواه؟ هذه كذوبه يا اخي هذه كذوبه. انا اليوم تدري شني كذوبه؟ لحظه ابو علي ابو علي ابو علي يا كذوبه ابو علي يا كذوبه التلفزيونات انقلبت قلاب كلمه قيس الخزعلي ويهدد بي، هاي همينا كذوبه؟ قيس الخزعلي اللي راح على حدود لبنان هاي همينا كذوبه؟ قيس الخزعلي اللي هدد بالمتظاهرين بذيقار هاي هم كذوبه؟ قيس الخزعلي اللي جار وسحل واحد لانه انقتل واحد من 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 العصايب اثناء هجوم العصايب على متظاهري ذيقار هاي هم كذوبه مو موجودات ذني اخويا؟ اقول لك استاذي استاذي هسه قبل قليل واحد اتصل وماكو واحد ما سبه وسب حتى شهداء وفتح عليه انت ما قاطعته، اعطيني المجال يا اخي مو انا اقول لك انا احد المتظاهرين واللي شفته يعني ابو علي انا دا اسالك اسئله انا دا احاججك بوقائع يعني انت هسه صرت ويا المواطن العراقي هسه حالك حال القضاء العراقي لما تجي وتقول لي قيس الخزعلي ما هدد رئيس الوزراء صرت حالك حال القضاء. لا انا ما اقول لك ما هدد اعطيني مجال ما اقول لك ما هدد انا طلع الرجل وصرح عرفت شلون والتصريح كان واضح وكل اللي سمعته بس اعطيني مجال يا اخي انا اذا تقول لي مثلا الكاظمي طار طيران من الحشد وقصف الكاظمي هذه كذوبه وانا ما اقتنع بيها. لا عاد منو قصفه اخوي العزيز؟ يا اخي انا ارتطش منو قصفه لعاد؟ شلون حبيبي هي اتفاقيه بينه وبين السفاره الامريكيه هاي ترى مو غريبه علينا احنا مو ناس قشامر احنا ناس شلون من بعد اطاحه صدام وهذا اليوم صار لنا بالعشرين سنه فهمنا كل شيء وعرفنا كل شيء بالحياه. المحافظات العراقية أنا فارها لك محافظة وين تريدني؟ في أربيل أنا رايح لك في بغداد أنا موجود بالعمارة موجود زين. أنا ترى مواطن عادي اتفاقية أنا بس لحظة أوقف 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 بس من رخصتك أخوي العزيز يعني خلينا نكون واقعيين اتفاقية بين مصطفى الكاظمي والسفارة الأمريكية قبول قبلتها منك شنو يعني؟ قبلتها منك بس اصبر لي يعني أكو واحد أكو واحد غبي بس من رخصتك أكو واحد غبي يقول على نفسه رئيس وزراء يروح يتفق اتفاقية ينقصف بيته ده يطلع هو ما يفتهم ده يطلع هو ضعيف ده يطلع هو مخاش آدمي. أعطيني مجال اللي صدق هذه الكذوبة هذا قشمر وما يفتهم
كل الفصائل ما تسوي هاي القضيه ولا تخصب بيت الكاظمي. زين سؤال، انا متاكد من سؤال هذك. سؤال انت تقول اللي صدق هاي الكذوبه ما يفتهم، اللي الظاهره وباب الخضراء منو؟ امي. احنا الظاهرنا موجودين، الظاهرنا موجودين. انتوا لو الحشد كل احنا مواطنين ترى يبغى لحاتك عكايه تقبل الله ورسول، انا ما منتمي لكل واحد من هذول اللي موجودين. طيب اتمنى بقالة. ابو علي اتمنى تاخذني على قد عقلي، اتمنى تاخذني بس خلي حاتك اتمنى بس اوقف لي يا ابو علي. ابو علي مو وحده وحده، خلينا نتفق على وحده وحده. اتمنى تاخذ من عندي او تاخذني على قد عقلي، تروح بس الطب بباب الخضراء تشوف الفيديوهات اللي نشرت من اللجان التنسيقيه وهم يقولوا لك انه الحشد ده يمول وانه بدر ده تمول وانه العصائب ده تمول وانه لازمين التظاهرات بباب المنطقه الخضراء هم بدر والعصائب، واللي هدد هم قيس الخزعلي وهادي العامري، واللي ضرب هم ذولا الاثنين، والحشد طلع وقال انجرذنا، والحشد اللي طلع وقال لازم يتحاسب مثل ما تحاسب صدام حسين على مصطفى الكاظمي، والحشد اللي طلع وقال اللي حل الحشد نكسر راسه، في إشارة من أبو تراب إذا ما تعرف أبو تراب منه إلى مقتدى الصدر. اتفضل أخويا. حبيبي ليش أنا ما أعرفه؟ أنا أقول لك إياها، هذا الطروحات اللي انوجدت اللي يوصل للحشيد واللي حل الحشيد، انا اللي اقول لك اياها، انا كمواطن ما اقبل يا اخي الحشيد. الحشيد مقدس، الحشيد اللي حل اعراضنا. ليش لحظه لحظه ليش؟ والله لو ما الحشيد، شوف خلي اقول لك بس ابو علي ليش، جاوبني ليش. لو ما الحشيد موجود، ايه لو ما الحشيد موجود ما عندك هذه الحكومه اللي جالسه في بغداد. انت تعرف داعش ولا عمي الشعب ما يريده. ابو علي اوقف، الشعب ما يريد هاي الحكومه. يعني انت دا تقول لو ما الحشد ما يبقون المجرمين. اقول لك لو ما الحشد يا بغداد راح سقطت بيد داعش يا اخي. زين لحظه اوقف ابو علي هو منو سقط المحافظات؟ منو هو اريد اسالك منو؟ داعش اللي سقط المحافظات. من اللي سقطها؟ داعش. يعني مو هروب الجيش. اي منو جاء؟ مو هروب الجيش. ها؟ مو امر من القائد العام. هروب الجيش. يعني اللجنة البرلمانية اللي طلعت. لا هروب الجيش. شوف خلي اقول لك بحكاية. موقف ابو علي، انت طلعت لي هسه انت المحلل السياسي العراقي الوحيد. حبيبي الفاضل اعطيني مجال. هروب الجيش هذه خيانة. هذه خيانة من كردستان. هذه مؤامرة على الجيش، قال له انسحب. عرفت شلون؟ هاي مؤامرات يا اخي. يعني نور المالكي متآمر. يعني افتهم من كلامك نور المالكي متآمر. لا مو المالكي. شوف دخول داعش للموصل وبلوكه هي اطاعه المالكي، هذه مؤامرة. عم البرلمان يقول المالكي السبب، مو اني. لجنة التحقيق في سقوط الموصل تقول المالكي السبب. لا مو المالكي. ما اعرف. انا اشكرك لان الوقت راح يدركني. اشكرك، بس يبدو انه ابو علي هو القائد العام للقوات المسلحه، لانه يقول مو فلان ومو علان، بس اللجنه التحقيقيه في سقوط الموصل قالت المالكي. اللي هددوا قيس الخزعلي وهادي العامري هو يقول لا مو هم. اللي الحشد يقول لو ما الحشد يعني حموا اعراض الناس. ارجوكم خلينا نعوف هاي الكلمه لانه عيب. أعراض العراقيين وحدة، لأنه العراقيين أخوة، فما أريد نقول هاي الكلمة. بس أريد أوجه كلمة لأبو علي. كانوا يقولون بأقصى تقدير بس بالموصل، ما أعطيك بغير مناطق ثانية، 4000 داعشي إرهابي مجرم قاتل انكتلوا بس بالموصل، باعترافات رسمية 40000 واحد. أتمنى تفكر بها يا أخوي. وانكتلوا وتهدمت المدن ورا سقوط ورا تحريرها مثل ما يقولون. وأرد أسأل سؤال، بما أنه الحشد أدى واجبه وحرر المناطق المحتلة من قبل التنظيم الإرهابي، ليش أهالي الجرف الصخر مدى يرجعون؟ وليش أهالي الموصل مدى يرجعون؟ وليش أهالي سنجار مدى يرجعون؟ وليش أهالي الأنبار مدى يرجعون؟ وليش اليوم الهيئات المسيطرة عليها اللي هي الحشد تمنع رجوع المتظاهرين إلى مناطقها، عفواً الأهالي إلى مناطقها والنازحين إلى مناطقها؟ ليش دول عراقيين لو مو عراقيين؟
أخي أبو علي، اليوم أنت وقفت مثل ما يوقف القضاء العراقي أمام المواطن العراقي. اليوم أنت دافعت عن قيس ودافعت عن هادي ودافعت عن الحكومة وتقول لي لولا الحشد ما تبقى بغداد وما تبقى هاي الحكومة. زين، ثوار تشرين اللي أنت حضرتك تقول أنا واحد من المتظاهرين في أذيقار وفي البصرة وفي بغداد، أول مطلب لهم لا للعملية السياسية، لا للحكومة، لا لوجود الوجوه التي كانت موجودة على الحكم أو العملية السياسية من 2003 لليوم، لا للفساد، لا للمحاصصة، لا للطائفية. يعني هم ما يردون هذولا. فأنت هسه ما أعرف أردفتهم أنه أنت الحشد يدافع عن هؤلاء الناس اللي ما يردوهم واللي أنت حضرتك تظاهرت وياهم. رسائل الواتساب اليوم وصلت. أحمد من كركوك ويانا، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شلونك أخي؟ هلا بيك أخويا. أنا عقد قرار 315. نعم. اي فالمخصصات مالتنا صار سنة ونص حاجبين عنا ما ينطونا اياها. نعم. المخصصات مالتنا ما جاي ينطونا اياها، ما ادري سبب ليش ما اعرف. مناشدة من احمد بخصوص المخصصات الخاصة بهؤلاء، يعني مو بس هو اكيد ويا مجموعة كبيرة، ليش صار لها سنة ونص متوقفة؟ اتمنى الجهة اللي مختصة بهذا الشأن تجاوبك لك يا احمد. شكرا جزيلا لك لانضمامك الى صوتكم. رسائل الواتساب. اخي مقدم البرنامج السلام عليكم، سلامي على كافة المتصلين وفي مقدمتهم ابو زهراء من بغداد وابو عراق من الفلوجة وابو الحسن من بغداد وابو زكريا من كركوك، شو ماكو، حياكم الله. رسالة ثانية، أتمنى تشوفون هذا العقد اللي دز الأمر من رئاسة الوزراء إيش قد قيمته وتنشره على الجو، دز على نافذة أنت ترى. رسالة أخرى، سلام عليكم قناة الرافدين، تحية طيبة يا أجمل برنامج بالعالم، أنا أحد متابعيكم وأحبكم وإحنا من نحب مشاهدينا ونشكركم على هذه الكلمات الجميلة. رسالة ثانية، أخي العزيز، السياسيين أنفسهم يعترفون أنهم لا يستطيعون حكم البلد، فكيف تتوقع من بعض الناس أن يقولوا عنهم أنهم جبناء؟ رسالة أخرى، السلام عليكم، تعيين لشخص صغير بالسن بمئة مليون دينار عراقي من مخصصات الخطورة والطعام لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بصفة مراقب أعلى للشؤون في جميع الوزارات، أردفتهم شنو هذا المنصب؟ هو كاتب مو أني. مقال، أتمنى هذا المقال تنشره على الجو. أخي العزيز، مقال طويل جدا لا أستطيع قراءته على الجو، أتمنى تختصره برسالة أوضح. وأحد الأشخاص دازلنا رسائل صوتية. أخي العزيز، الرسائل الصوتية ما أقدر أشغلها لأن ما رح يسمعوها الناس، وحتى الجهاز عندي ما مسحوب منه صوت. أعتذر منك بالنسبة إلى الرسائل الصوتية، أتمنى لو كنت كاتب الرسالة وموجه أسئلتك حتى نقدر نجاوبك عليها. مشاهدينا الكرام، اليوم ما يحصل في العراق مع الأسف مع الأسف مع الأسف هو نتيجة سيطرة ثلة من هذا الشعب على كل مقادير البلد. وهؤلاء الثلة أكو لهم أتباع بالتأكيد، لكن أكو هواية من الشعب ما يريدهم. المكاسب اللي هم دا يحصلوها بسببها هم ما دا يرضون يطلعون من أماكنهم. لكن الكلمة الأخيرة مو بديهم، بديكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم، باكر بإذن الله، في أمان الله.